الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتقليل من البصمة الكربونية بالإضافة إلى إدماج الطاقات المتجددة أبرز محاور استراتيجية سوناطراك الجديدة للمناخ، استراتيجية تم اعتمادها والتوقيع عليها تحت إشراف وزير الطاقة والمناجم وبحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، وهو ما يعكس التزام الجزائر ومساهمتها في مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة. وضعت الجزائر استراتيجية ورؤية تهدف إلى الحفاظ على قدراتها والتزاماتها على مدى الطويل مع مباشرة عملية انتقال التدريجي مسؤول وعملي في قطاع الطاقة، يهدف ذلك إلى تلبية الطلب المتزايد بشكل مستدام اقتصادي وآمن مع الحد من الآثار البيئية. التزام سوناطراك بالتخفيض من الغاز المحروق ودعمها لمختلف المبادرات مثل مبادرة صفر حرق زيرو طوشاج والتحكم في انبعاثات غاز الميثان والحد منها هي تدابير قوية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في بلدنا. استراتيجية سوناطراك الجديدة والتي تأتي في خضم التغيرات المناخية ستساهم في التقليل من وطأة الاحتباس الحراري وآثاره السلبية على البيئة. تعتمد استراتيجية سوناطراك على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في الاستثمار وتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا والتركيز بشكل خاص على الحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان، فضلاً عن القيام بإدماج تدريجي لمزيد من الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي وتطوير مجالات جديدة مثل الوقود منخفض الكربون والهيدروجين الأخضر. وتستهدف الاستراتيجية أيضاً العمل على تحسين الفعالية الطاقوية للمنشآت. اعتماد الجزائر لمقاربة مسؤولة لحماية المناخ من شأنه إرساء حوكمة مناخية ستعمل على التخفيف من حدة المخاطر المناخية لحماية البيئة وضمان مستقبل الأجيال القادمة.